أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من النفط والطاقة. أنا ميساء القلة وفي أبرز عناوينها نتابع: روسيا تشير إلى تلاشي فكرة تثبيت إنتاج النفط بفضل ارتفاع الأسعار. الكويت تنفق 115 مليار دولار على مشاريع النفط خلال 5 سنوات. وأرامكو السعودية تكتشف حقولا جديدة للنفط والغاز وتواصل الاستثمار في الطاقة. أهلا بكم. قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن الاستئناف المحتمل لمباحثات تثبيت إنتاج النفط من قبل كبار منتجي الخام في العالم قد لا يكون مطروحا على الطاولة إذا كان المنتجين يرون بأن الأسعار عند مستويات طبيعية ومتوازنة. وأشار نوفاك إلى أنه من السابق لأوانه على طي صفحة أوبك رغم الخلافات الداخلية بين أعضاء المنظمة، وذلك قبل أيام من اجتماع أوبك لمناقشة سياستها الإنتاجية. كما توقع بأن تتراجع إمدادات النفط في الأسواق العالمية في آخر 3/4 من العام الجاري. هذا وقال وزير الطاقة القطري محمد السادة إن أسواق النفط ستعيد توازنها، لكن الخام لم يصل بعد إلى السعر العادل، مضيفا بأن هناك حاجة ملحة في الوقت الحاضر لحد أدنى للسعر عند 65 دولار للبرميل. وأشار السادة إلى أن الأسواق تتعافى ببطء لكن بشكل مضطرد. وفي ذات السياق توقع جولدمان ساكس تداول أسعار النفط عند مستوى يتراوح بين 50 إلى 60 دولار للبرميل خلال الفترة حتى عام 2020 بسبب تحسن إنتاجية النفط الصخري وتواصل قوة المعروض من قبل منظمة أوبك. وأشار البنك إلى أنه لا يزال يمتلك توقعات انكماشية لأسعار النفط على المدى البعيد بفعل رفع تقديرات إمدادات دول أوبك وإنتاجية النفط الصخري. ومع ارتفاع النفط مؤخرا تجددت آمال شركات النفط الصخري التي تضررت بشدة جراء هبوط الأسعار عند أدنى مستوياتها في أكثر من عقد من الزمن في فبراير شباط. وتشير بعض التقديرات إلى أن الارتفاع الحاصل في عقود النفط أسهم في ضخ المستثمرين 13 مليار دولار في عدد ناهز 29 من شركات النفط الصخري الأمريكي، وهي إشارة ربما تدلل على أن الأسوأ في موجة الهبوط قد انتهى. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو السيد ويل كريسب، محرر قطاع الطاقة والصناعة في ميد. أهلا بك معنا سيد ويل. على ما يبدو بأن عودة الارتفاعات لأسعار النفط أنعشت الأمال من جديد بالنسبة للشركات النفطية، وهنا نتحدث عن ضخ المستثمرين من جديد ل 13 مليار دولار. لكن السؤال، هل ستبقى عملية ضخ هذه الأموال مستدامة حتى على المدى المتوسط؟ Yes, obviously for any oil producing من الواضح أنه بالنسبة لأي شركة نفط فإن الارتفاع في أسعار النفط هو خبر جيد، ولكن البيئة ما زالت محثوثة بالتحديات بالنسبة لشركات النفط الصخري الأمريكية، لأن تكلفة إنتاج النفط أعلى بكثير من تكلفة إنتاج النفط التقليدي في أماكن أخرى مثل في منطقة الشرق الأوسط. برميل نفط واحد للنفط الصخري المنتج في الولايات المتحدة الأمريكية يكلف بالنسبة للمنتج حوالي 55 دولارا للبرميل كمتوسط، لذلك هذا يستلزم الكثير من الاستثمار. إذا نظرنا إلى الأسعار اليومية عند حوالي 50 دولارا للبرميل، فهذا يعني بأن أمام شركات النفط الصخري تحدي كبير بالنسبة إلى الكثير من المنتجين. إن المنتجين بتكلفة متدنية قد يستفيدون ويحققون الأرباح عند هذه المستويات من أسعار النفط. في عديد من شركات النفط لمواجهة تدني الأسعار رأينا عملية تحويل ديونها طويلة الأجل إلى أسهم. هل ستبقى العديد من الشركات على هذه الخطة تفاديا لربما تجنب مزيد من الخسائر حتى لو عدنا لنرى المستويات فوق 50 دولار؟ ما من شك أنها كانت أوقات عصيبة على تلك الشركات، وبالنسبة إلى العقود الآجلة على المدى البعيد تعتمد على الأساسيات، وهذا يعني موضوعين. أولا أنه نوعا من التكنولوجيا والكفاءة، أي مدى قدرة الشركات بزيادة كفاءتها وتقلص تكلفتها من خلال استخدام التكنولوجيا. في السنوات الخمسة الماضية شاهدنا ما كنا نسميه بثورة، ثورة في تكنولوجيا إنتاج النفط الصخري. التكلفة
التكلفة على شركات لإخراج النفط أيضا قد تم تقليصها بشكل كبير، وأنا متأكد من أننا سوف نستمر بأن نشهد المزيد من تقليص للتكلفة، ولكن السؤال المطروح إلى أي مدى بإمكانهم أن يقلصوا من تلك التكلفة ومدى سرعة تقليصها. وعندما نتحدث عن انخفاض أسعار النفط إلى 40 دولارا حينها يكون خبرا جيدا، ولكن قد نشهد المزيد من الانتاج للنفط الصخري وإذا ما استقرت أسعار النفط عند 50 دولارا. وموضوع الثاني الآخر الذي يعتبر مهما بالنسبة لشركات النفط المنتجة للنفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، هم يتأثرون بسعر النفط 50 دولارا سعر جيد، إنه ليس 38 دولارا، ولكن بالنسبة إلى استدامة الانتاج والاستثمار بتدفق الاستثمار فنحن بحاجة إلى أن ترتفع الأسعار، وحينها الشركات ستكتسب الثقة بأن هذا السعر سيبقى مرتفعا لفترة مطولة، ولكن ليس هذا هو الحال حاليا. الآن الأصول بالنسبة لهذه الشركات وقيمة أصول شركات النفط برأيك هل باتت مغرية ربما لمن يمتلك المال للدخول للاستثمار فيها؟ وهنا أتحدث عن الشركات الكبرى التي ما زالت لديها سيولة رغم تراجع أسعار النفط. ما من شك بأن هذه فرصة للاستحواذ على تلك الأصول، إن عدد كبير من هذه الشركات تعاني من الإفلاس، وقد شهدنا تأثيرا كبيرا وموجة كبيرة من الإفلاس على مستوى شركات النفط الصخري. أنا متأكد أن الشركات التي لم تعلن عن إفلاسها تبحث في خياراتها، وبالطبع أصولها ستكون جذابة. إذا كان لديك شركة كبيرة جدا وتملكين السيولة وأيضا أنت متأكد أن أسعار النفط سوف ترتفع وكفاءة التكنولوجيا ستقلص من تكلفة إنتاج النفط، وأنا متأكد أن هذا سيحصل، فهذا فعلا يعتبر فرصة للمستثمرين كي يدخلوا في هذا المجال ويحققوا أرباح على المدى البعيد. ما الذي سيحدد مصير هذه الشركات برأيك؟ هل هي فقط عودة الأسعار ما فوق 50 دولار، أم نحن ما زلنا بانتظار دخول ربما 300 ألف برميل يوميا من إيران، يعني قد تكون أيضا عامل محدد بالنسبة للأسعار وبالتالي مصير هذه الشركات؟ نعم، هذا سؤال مهم جدا وهذا موضوع الرئيسي، فأن أسعار النفط بالطبع تتأثر بشكل كبير أو تؤثر عفوا بشكل كبير على شركات النفط الصخري الأمريكية التي بدورها تشرف على الإفلاس، هي عند شفير الإفلاس. لدينا عدة عوامل مؤثرة ولدينا عدم يقين مرتفع بسبب عدة متغيرات، أحدها وقد ذكرتها هي الإنتاج من إيران التي تعمل على زيادة إنتاجها، وإن هذا الإنتاج يعني بأنها ستزيد بقدرة تصديرها بمبلغ يصل إلى مليار دولار، وهذا يعتبر مبلغا كبيرا، وحتى أننا لدينا دخول كبير للإنتاج هذا يؤثر على الأسعار. وحتى عامل آخر، ربما فشل منتجي النفط العالميين من التوصل إلى اتفاق حول تثبيت الإنتاج وحتى تقليص الإنتاج، أوبك لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق، سيجتمعون يوم الخميس، ولكن نحن لا نتوقع الكثير من هذا الاجتماع هذه المرة بما أن العلاقات بين إيران وسوريا إيران والمملكة العربية السعودية باتت واضحة بالنسبة للجميع ومتوترة، وأنها تؤثر بالطبع على أسعار النفط وتبقيها متدنية. ربما لدينا عوامل أخرى قد تعطي أمالا لأولئك الذين يرغبون من أسعار النفط أن ترتفع، وأحد هذه العوامل هي هذه الفترة الطويلة المستدامة لأسعار النفط المتدنية التي قد زادت من الاستهلاك في العديد من الدول النامية مثل باكستان، إندونيسيا والهند على وجه الأخص. لذلك بإمكاننا أن ننظر إلى هذا الاستهلاك والطلب في المستقبل على أنه داعما لأسعار النفط في المستقبل. سيد ويلي كريسب محرر قطاع الطاقة في ميد، شكرا على وجودك معنا اليوم. خصصت الكويت 34 مليار و500 مليون دينار، أي ما يعادل 115 مليار دولار للإنفاق على المشاريع النفطية خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي، والتي أوضحت أيضا أن 30 مليار دينار ستخصص لمشاريع داخل الكويت، وسيصرف ثلثا المبلغ الإجمالي على مشاريع الاستكشاف والإنتاج، مشيرة إلى أنه من ضمن المشاريع الأساسية المزمعة بناء 4 مراكز تجميع ومشروع لتطوير إنتاج النفط الثقيل وزيادة إنتاج الغاز الحر إلى أكثر من ملياري قدم مكعب يوميا. هذا وتسعى الكويت إلى رفع قدرتها الإنتاجية من النفط إلى حدود 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020.
يتمسك العراق بهدف زيادة إنتاج النفط بما يصل إلى الثلث بحلول عام 2020، رغم تحذيرات بعض الشركات العاملة في ثاني أكبر منتج بمنظمة أوبك من أن المشاريع قد تتأخر بسبب تخفيضات الإنفاق. وقال فلاح العمري رئيس شركة تسويق النفط العراقية سومو إن العراق يضخ نحو 4,500,000 برميل يوميا، ويطمح لزيادتها إلى ما بين 5,500,000 برميل و6,000,000 برميل يوميا بحلول عام 2020. وقال العمري الذي يشغل أيضا منصب محافظ العراق في أوبك إن تخمة المعروض في الأسواق تنحسر، وإن العراق يتوقع زيادة الطلب على خامي البصرة الخفيف والبصرة الثقيل اللذين يصدرهما من الجنوب. أطلقت سوناطرك الجزائرية جولة مناقصات تمهيدا لتأهيل شركات لبناء 6 محطات ضغط بتكلفة إجمالية تقدر بمليار دولار. والبرنامج هو جزء من عملية توسعة تتكلف عدة مليارات دولارات على مدى السنوات الأربع القادمة لإنتاج المزيد من الغاز من حقول جديدة في الجنوب. ومن جانب آخر، عبرت الجزائر عن تمسكها بعقود الغاز طويلة الأجل ومطابقة أسعار النفط على سعر الغاز، بخلاف ما يأمل الزبائن الأوروبيون والذين يعتبرونها غير تنافسية. وأوضح وزير الطاقة الجزائري الذي قال إن العقود الآجلة توفر للزبائن الضمان بالتزود بالغاز وتسمح للجزائر بالاستثمار في مشاريع غازية كبيرة. وحول عقود الغاز الجزائرية ينضم إلينا عبر الهاتف سيد عبد الوهاب بوكروح الكاتب والمحلل الاقتصادي. أهلا بك معنا سيد عبد الوهاب. هل من مصلحة الجزائر الآن الاحتفاظ بهذه العقود طويلة الأجل بالنسبة للغاز مع الشركاء الأوروبيين؟ وهل يمكن أن يهدد العلاقة الآن كأكبر مورد لأوروبا في حال بقيت على نفس صيغة العقود؟ أهلا وسهلا. طبعا الجزائر يعني تتفاوض منذ أشهر ومنذ سنوات على تجديد العقود الطويلة، لأن الجزائر كما تعلمين ويعلم المشاهد الكريم تمر بظرفية اقتصادية صعبة جدا، ولكن يعني ما يجبرها على تجديد عقود طويلة، لأنها العقود التي تم إبرامها في منتصف التسعينات ستوشك على الانتهاء في 2019 و2020. اليوم الجزائر تقدم مجموعة من الأوراق لزبائنها الأوروبيين وخاصة تقليدين منهم فرنسا وإسبانيا إيطاليا وحتى بريطانيا، تقول بأنه ليس باستطاعة الجزائر أن تستمر في تمويل استثمارات ضخمة تتطلبها الصناعة الغازية، وهذا لا يتم إلا من خلال عقود طويلة، يعني مشاركات قبلية من طرف الزبائن المستقبليين. اليوم الجزائر يعني بكل صراحة خسرت يعني الكثير مما كانتها في السوق الأوروبية، فحصة الغاز الجزائري تراجعت من 28% في العام 1990 إلى 16% في العام 2000 إلى 8% فقط في العام 2015، ولكن من حيث الكميات الجزائر بإمكانها أن تزود أوروبا ب 90 مليار متر مكعب سنويا. اليوم هناك كميات تعبور عبر كما هو معلوم كما يعني يعرف الجميع كميات تعبور عبر الأنبوب المباشر الرابط بين الجزائر وإيطاليا عبر تونس، والجزائر وإسبانيا عبر الشقيق المغرب، والجزائر إسبانيا مباشرة عبر يعني مدينة تلمسان في الغرب الجزائري. هناك 50 مليار مكعب من الغاز تمر سنويا يعني عبر هذه الأنابيب، وهناك قدرات إضافية يعني تقدر بحوالي 40 مليار متر مكعب من الغاز المسال. اليوم النقطة الأساسية التي تريد الجزائر تثبيتها مع أوروبا وإقناع الأوروبيين بأنها تستمر من مصلحة الطرفين، يعني الطرف الأوروبي والطرف الجزائري، هو القرب الجغرافي، وهو أيضا موثوقية المورد الجزائري. يعني لم يسبق منذ ثمانينات القرن الماضي وأن شيلت ربما اختلالات، وربما الجزائر عجزت في توفير الطلب للأوروبيين. شكرا جزيلا لك سيد عبد الوهاب بوكروح الكاتب والمحلل الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. النفط والطاقة مستمر، وفيه بعد الفاصل استخراج الطاقة من بقايا الطعام أحد الحلول البديلة للنفط.
أهلا بكم من جديد. قال وزير الطاقة السعودي الجديد خالد الفالح إن شركة أرامكو الحكومية اكتشفت حقولا جديدة للنفط والغاز في العام الماضي، وإن المملكة ملتزمة بمواصلة الاستثمار في قطاع الطاقة بها لتغطية الطلب المستقبلي. وقال الفالح إن أرامكو حققت مستويات قياسية من إنتاج النفط والغاز على الرغم من تدني أسعار الخام، وإن تراجع الاستثمارات من قبل منتجي الطاقة يثير المخاوف حول ظهور دورة أخرى من نقص المعروض ومن ثم تعريض الأسواق لدرجة أكبر من التقلبات. تضمنت رؤية السعودية 2030 إعادة هيكلة قطاع الطاقة وتوليد 9.5 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة خلال 14 عاما القادمة، ومعتمدة على ما تتمتع به البلاد من أجواء مشمسة أغلب أيام العام. هذه الخطط نالت إشادة مفوضية الاتحاد الأوروبي ودعوتها للاستفادة من فرصة انخفاض أسعار النفط وتنويع مصادر الطاقة. ما يزيد عن ثلث إنتاج السعودية من النفط يستهلك في توليد الكهرباء وتحلية المياه، وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير بشكل جدي بمصادر الطاقة المتجددة. ورغم ذلك لا زالت أغلب محطات الطاقة الشمسية في المملكة إما تجريبية أو ذات حجم صغير. وسط هذه الظروف أتت رؤية السعودية 2030 والتي اشتملت على إنشاء سوق للطاقة وإضافة نحو 10 جيجاوات من المصادر المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال 14 عاما القادمة. موضوع الطاقة البديلة موضوع حساس وحيوي، والآن بوجود خاصة ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية وزارة معتعنة بذلك، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أظن هناك الآن يعني نأمل أن يكون في تكامل في يعني تكون تأخذ الطاقة في جانبينها، جانب الإنتاج وجانب الاستهلاك. وقامت السعودية مؤخرا بإعادة هيكلة القطاع عبر إنشاء وزارة الطاقة، وقبلها رفعت أسعار المحروقات والمياه. كل هذه الإجراءات حصلت على إشادة تقرير صدر حديثا من المفوضية الأوروبية، كما أكد التقرير على أهمية الاستفادة من انخفاض أسعار النفط لتحقيق التنمية وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة. الطاقة المتجددة يعني قطاع واعد بإذن الله في المملكة العربية السعودية، ويجب علينا التركيز عليه من الناحية الاستثمارية والتركيز فيه بتوعية المستهلك أولا بأنه الطاقة المستخدمة حاليا قد تنضب يوما ما، وإحنا لدينا مصادر طاقة متجددة يجب علينا أن نكون يعني مبدعين في يعني استغلالها وتوفيرها للأجيال القادمة بإذن الله. وفي ظل مسعي الحكومة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، كشفت شركة الكهرباء السعودية حديثا عن نيتها إنشاء 3 محطات جديدة للطاقة المتجددة في كل من ضبا الخضراء ووعد الشمال والأفلاج. تفعيل مبادرات الطاقة المتجددة في السعودية بات أمرا ملحا، ويأمل الخبراء والمختصون أن تكون رؤية السعودية 2030 محفزا لإطلاق مشاريع جديدة في الطاقة البديلة يساهم القطاع الخاص في تنفيذها. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض. وينضم إلينا من الرياض المهندس حامد العرفاج نائب مدير عام الشركة الأساسية للإلكترونيات والطاقة. أهلا بك معنا مهندس حامد. هذه الرؤية 2030 والتركيز على برامج الطاقة المتجددة، يمكن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية كانت نشرت الآليات التي ستعمل بها هذه البرامج لإنتاج 9.5 جيجاوات خلال 14 عام، لكن السؤال الآن إلى أي مدى يعني هناك انسجام بين برامج الطاقة المتجددة المطروحة من قبل المملكة العربية السعودية وأيضا برامج كفاءة الطاقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، تحية للمشاهدين وتحية لكم. اليوم الحمد لله بعد تأسيس وزارة للطاقة أصبح الموضوع أسهل من ذي قبل، لأن كانت شركات كبيرة يعني متداخلة مع بعض أو قطاعات كثيرة، اليوم الصناعة والتجارة والكهرباء كلها تحت وزارة الطاقة، وهذا شيء يعني الحمد لله يعني نتأمل إن شاء الله يكون فيه الخير. ننتظر الآن صدور النهائي للوايت بيبر بعد تأسيس الوزارة. الشركات الحمد لله أغلبها جاهزة، وبإذن الله سبحانه وتعالى التوفيق.
طيب يعني حتى الآن كل المشاريع القائمة بالنسبة للطاقة المتجددة داخل المملكة مهندس حامد هي تعتمد على محطات، يعني سواء للطاقة الشمسية تحديدا تعتبر محطات صغيرة. هل سيكون بمقدور الحكومة عملية التوسع بأحجام هذه الطاقة لتلبية هذا الرقم المعلن، يعني 9.5 جيجاوات؟ وإلى أي مدى ستكون هناك تكاليف إضافية بعملية توسيع هذه المحطات؟ طبعا توسعتها وتطوير المحطات، أو إلى الآن كل المحطات زي ما قلتي كلها عينات، يعني من ضمنها احنا قمنا بعينة أو عينتين، وكل الشركات قامت، أرامكو قامت بعينة وغيرها قاموا أيضا بعينات بسيطة، أداءها ما شاء الله جيد الحمد لله العينات اللي أنتجت كلها، وهذه أيضا تجربة لهذا يعني للانطلاق في الموضوع. اليوم إن شاء الله بعد انطلاق اللوحة على قولتهم الوايت بيبر، راح تكون كل الشركات أوريدي أنهت عيناتها، واتضح السعر النهائي والتكلفة الحقيقية للمشروع بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، الرؤية ركزت على موضوع التنافسية مهندس حامد، ضمان التنافسية بالنسبة لقطاع الطاقة المتجددة للمملكة، هل سيواكبه يعني أسعار تنافسية يعني استمرارية هذه المشاريع؟ ويمكن احنا نعلم حساسية الموضوع فيما يخص تسعيرة الوقود، هل سيكون هناك يعني نموذج واضح يمكن ان تسير عليه المملكة لضمان هذه التنافسية محليا وحتى عالميا؟ طبعا عالميا أسعار الكيلووات معروفة ومشهورة في العالم كله. الشركات السعودية الحمد لله اليوم بدورها قامت بإنشاء كثير من المحطات داخل وخارج، يعني في المنطقة وخارج منطقتنا أيضا. الأسعار معلومة، نتأمل إن شاء الله أنه يكون السعر معقول، وهذا اللي يحفز القطاع الخاص في الدخول في في في, في كمساهم للقطاع الحكومي بإذن الله سبحانه وتعالى. وشكرا جزيلا لك مهندس حامد العرفجة، نائب مدير عام الشركة الأساسية للإلكترونيات والطاقة، كنت معنا مباشرة من الرياض. أزمة النفط أجبرت دول العالم على النظر مليا في إيجاد حلول بديلة للخروج من الدوامة التي خلقها تراجع الأسعار. عملية استخراج الطاقة الحيوية من بقايا الطعام هي أحد الحلول البديلة، فكيف تتم هذه العملية من الناحية التقنية، وأين الدول العربية والعالمية منها؟ في الوقت الذي يشهد العالم أزمة شح البترول، تظهر قضية تدوير النفايات كحل جوهري يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير الطاقة. ولقد عملت معظم البلدان وخاصة العربية على مشروع استخراج الطاقة من النفايات بشكل عام، بعيدا عن التخصيص المتمثل في اعتماد تقنية الطاقة النظيفة. تعتبر ألمانيا أول دول العالم في إنتاج الوقود الحيوي، أما النمسا فهي رائدة فيما يتعلق بإعادة تدوير زيوت الطهي المستخدمة وتوليد الطاقة منها. أما في بريطانيا فإن الغاز المستخرج من مواقع النفايات يمثل ربع الطاقة المتجددة المنتجة في البلاد، ويولد كهرباء تكفي نحو 900,000 منزل. وعلى الصعيد العربي، لم تركز الدول العربية على توليد الطاقة من المواد العضوية فقط، بل عمدت على استخدام النفايات بشكل عام كمصدر للطاقة البديلة، حيث يقدر حجم النفايات الصلبة التي تنتجها دول الخليج بنحو 70,000 طن يوميا، إلا أن نسبة ما يعالج منها تقدر بنحو 20% فقط. يقدر متخصص حجم خسائر دول مجلس التعاون الخليجي الناجمة عن عدم تدوير النفايات بمبلغ يتراوح ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويا. لذلك أطلقت إمارة دبي أول مشروع من نوعه في المنطقة، يتم من خلاله الاستفادة من الغازات المستخرجة من النفايات بتحويلها إلى طاقة كهربائية نظيفة. كذلك الأمر في قطر، حيث تم إنشاء مركز لإدارة النفايات الصلبة المحلية بتكلفة 2 مليار دولار. وفي البحرين يتم تطوير محطة حرارية قرب المنامة قادرة على معالجة 390,000 طن من النفايات المنزلية سنويا، وتوليد 25 ميجاوات من القدرة الكهربائية التي ستغذي الشبكة الوطنية. كما تنفذ أمانة عمان الأردنية حالياً مشروعاً لتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات ضمن مشروع إدارة النفايات الصلبة في عمان على مراحل بتمويل من البنك الدولي بقيمة 40 مليون دولار. وفي المملكة العربية السعودية
يعتبر التدوير في بداية مراحله، وحاليا تتركز أعمال التدوير على إعادة تدوير المعادن والورق المقوى، والذي يشمل 10 إلى 15% من مجمل النفايات المجمعة من القطاع غير الرسمي. قررت الحكومة الفنزويلية تمديد إجراء بدء العمل ليومين أسبوعيا في نهاية نيسان أبريل، يقضي بأن يعمل الموظفون ليومين فقط أسبوعيا بهدف الاقتصاد في الكهرباء ولمواجهة آثار شح الأمطار. وتقول السلطات إن خزانات الماء في فنزويلا تعاني من جفاف بسبب ظاهرة النينو الشديدة الوقع في دول أمريكا اللاتينية، لكن المعارضة تتهم الحكومة بعدم الاستثمار بما يكفي في شبكة الكهرباء لمواجهة الطلب. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام حلقة النفط والطاقة لهذا الأسبوع. للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا cnbcarabia.com وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. إلى اللقاء.